بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو تلخيص للفصل الثالث الثقافة الدوائية عزيزي الطالب، وهو آخر فصل من الربع الأول في مادة الثقافة العلمية للصف الحادي عشر. في الفيديوهين السابقين شرحنا الطب البديل ومصادر الأدوية، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. في البداية عزيزي الطالب، الدواء وجسم الإنسان. طبعا الإنسان يتخلص من الأدوية بعدة طرق، ويصل إليه الأدوية بعدة طرق. طبعا احنا أخذنا أشكال الأدوية، وقلنا أشكال الأدوية إما أن تكون تحاميل أو قطرات أو أقراص أو لاصقات أو كريمات أو كل هذه الأنواع. لكن عندما يبدأ يصل إلى الجسم، فإن الجسم يبدأ يستفيد من هذا الدواء في علاج الأنسجة. طبعا ليس كل كمية الدواء تستخدم في علاج المرض، لكن هناك جزء فقط له الأثر العلاجي، أما الباقي الذي لا يحتاج إليه الجسم الجسم سيتخلص منه. كيف سيتخلص الجسم من المتبقي من الدواء؟ طبعا في البداية لابد أن يخفف سميته. طبعا تخفيف السمية عن طريق تحويله عبر تفاعلات كيميائية ليسهل عملية الإخراج. من المسؤول عن عملية الإخراج والتحويل؟ هو الكبد. وهنا لابد أن نعرف أن الكبد عند صغار السن، خصوصا الأقل من سنة، غير مكتمل، لذا لا ينصح أن يتناولوا الأدوية إلا تحت استشارة الطبيب، لأن الكبد المسؤول عن تحويل وتخفيف سمية هذه الأدوية لا يكون مكتمل النمو عندهم. طبعا بعد عملية التحويل سيتم تخراج إما عن طريق الجهاز البولي أو عن طريق الجهاز التنفسي أو عن طريق الجهاز الهضمي أو عن طريق الجلد. كل هذه طرق لإخراج المتبقي من الدواء بعد عملية تخفيف سميته عن طريق الكبد. أما الآثار الجانبية، لكل دواء له آثار جانبية وتعريفها يشعر المريض بعد تناول الأدوية بأعراض جانبية مختلفة عن التأثير الدوائي. لكل دواء له تأثير دوائي خاص، لكن يوجد آثار غير التأثير الدوائي، غير التأثير العلاجي. هذه تقسم إلى نوعين، إما آثار بسيطة يمكن التعود عليها وإهمالها، ما هي الصداع، الاضطرابات المعدية، النعاس، خصوصا مثل طبعا النعاس مثل أغذية السعال، أو آثار شديدة يجب عندها التوقف عن أخذ الأدوية أو مراجعة الطبيب، وهي الحساسية المفرطة أو ضيق التنفس أو الإغماء أو التشنج أو اضطرابات في القلب. كل هذه تكون آثار شديدة قد تؤثر على استمرار في الدواء. طبعا هنا الأدوية من نوع لآخر تختلف، وأيضا الأدوية معا قد تبطل مفعولها وقد تنتج مواد كيماوية، لأن هذه الأدوية هي عبارة عن مواد كيماوية فهي تتفاعل مع بعضها. لذا عند التناول لابد التأكد أن هذه الأنواع لا تؤثر بعضها على البعض. طبعا الذي يحدد لك هو الطبيب والصيدلي، وبالتالي عندما يعطيك وقت لتناول هذه الأدوية يجعل بينها فترة ساعتين على الأقل حتى لا يكون هناك تداخل في هذه الآثار. وهناك إرشادات طبية. طبعا قلنا تجنب أعطاء الأطفال إلا بعد استشارة طبيبة خاصة لأقل من 3 أو أقل من سنة. لماذا؟ لأن الكبد والكلية غير مكتمل النمو، وبالتالي قد يؤثر، لا يستطيع الجسم التخلص من هذه الأدوية. يجب حفظ الدواء في عبوته الأصلية. لماذا؟ لأن هذه العبوة الأصلية تحفظ الدواء من التفاعلات الخارجية، قد تكون زجاج، قد تكون طبعا زجاج بني مثلا. لماذا؟ حتى الأشعة على الشمس لا تؤثر عليه، لأنه لا يجب أن يتم التعامل مع أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة. عدم إزالة الملصق حتى نعرف الدواء عند عملية حفظه وعند الرجوع لاستخدامه. غلق الزجاجة جيدا حتى لا يتم تناولها من بسبب الأطفال. تناول الدواء حسب إرشادات الطبيب، سواء من حيث الجرعة، من حيث المدة، من حيث أن كثير من الناس يستخدمه ممكن أن يزيد من الجرعة باعتقاد أنه سيشفى بسرعة مثلا.
وهناك نشرات تكون مع الأدوية. هذه النشرات تسمى النشرة الدوائية. طبعا النشرة الدوائية هي وثيقة إجبارية يجب أن تكون مرافقة من العدو. من الذي ينتجها؟ من الذي يصدرها؟ النشرة الدوائية تصدرها مصانع الأدوية. طبعا هذا سؤال آخر يأتي إليك، من المسؤول عن إنتاج النشرة الدوائية؟ طبعا بإجبار من الحكومة، لأنها هي أساسي حتى يتعرف عليها، هو مصنع الأدوية. على ماذا تحتوي هذه النشرة؟ مجموعة من الإرشادات مثل اسم الدواء، تركيبه، فعاليته، الجرعة الدوائية، الأعراض الجانبية، التحذيرات، ملاحظات، طريقة الاستعمال. طبعا هناك، ما هي الطريقة الصحيحة؟ طبعا أنا هذه الأدوية مثلها مثل أي مواد كيميائية، لها طريقة لحفظها حتى لا تفسد. فالطريقة ممكن أن تكون في ثلاجة، ممكن أن تكون في موضع جاف، لكن بشكل أساسي لا يكون جاف رطب، درجة الحرارة 11، حرارة الغرفة 25 درجة، وسنتعرف على هذه الطرق بعد قليل. هناك ما تعرف بالوصفة الطبية. عزيزي الطالب، الوصفة الطبية هي وثيقة يكتبها الطبيب المختص. إذا من المسؤول عن إصدارها؟ هو الطبيب المختص. ماذا تشمل؟ تشمل اسم الدواء، مقداره، كيفية استعماله، وبالتالي هذه الوصفة لابد أن تكون في صيغة القرار النهائي، أي اللي هي القرار العلاجي. وهذه مهمة حتى نتعرف على الجرعة حسب العمر والسن، لأن للطفل مثلا أو الشاب الكبير لابد أن تتعرف على هذه الأشياء. يعد الطبيب هو المسؤول والمؤهل لإصدار هذه الأدوية، خصوصا من حيث الجنس، من حيث الحساسية، من حيث تناول أكثر من دواء في آن واحد، ويجب أن يكون بها الـ RX، وهو يعني عليك أخذه، تشمل اسم الأدوية، تجد معلومات عامة، تشمل اسم المريض وعنوانه، تجد التوقيع والختم. هناك ممارسات خاطئة كثير يتم استخدامها من أيدي المرضى، مثلا عدم الالتزام بعدد الجرعات حسب الطبيب، أو المواعيد، خصوصا هذه المواعيد مهمة حتى الفعالية كل دواء، التوقف عند التناول ده مجرد انه يشعر بالتحسن، وهذه مشكل. لماذا؟ لان البكتيريا خصوصا في المضادات الحيويه تكون تنتج سلالات جديده، هذه السلالات الجديده مقاومه للمرض. الاسراف في تناول الادويه دون مبرر، خاصه المسكنات، خصوصا لانها تدمر الكليه. عزيزي الطالب، مضادات الجرعه لاعتقاد المريض انه سيكون افضل واسرع، لكن هذه قلنا ان الجسم ياخذ جزء منها، اما الباقي الذي لا يحتاج الجسم يقوم بالتخلص منه، فهنا ترهق أنت الكبد والكلية تناول المضادات الحيوية خصوصا عند الرشح والإنفلونزا. فهنا عزيزي الطالب، يجب، من الذي يساعد الطبيب في عملية التوضيح؟ هو الصيدلي، هو الذي يلتزم بوصفة الطبيب عدم تغييرها، لابد أن يقدم معلومات متعلقة بحفظ الدواء وكيفية استعماله، مقدار الجرعات، عدد المرات، ووقت هذه الجرعات، حتى لا يكون هناك تداخل بين الأدوية. أما الصيدلية المنزلية، الصيدلية المنزلية عزيزي الطالب هي المكان المناسب لحفظ الدواء الذي وصفه الطبيب. من الضروري أن تحتوي أيضا على المواد وأدوات تستخدم في الإسعاف الأول. ملاحظة، يجب أن تكون كل علبة زجاجة مكتوب عليها اسمها بوضوح حتى لا يكون هناك أي نوع من التداخل، ونستطيع استخدامها وقت الحاجة إليها. هناك قواعد عامة في عملية التخزين. قراءة التعليمات التخزين وضعها في ممنوع أن تضعها إلا في علبتها الأصلية. ممنوع تجنب استعمال القطرات بعد فتحها التي تزيد عن شهر لأنها تفسد. لا يجوز حفظ الكبسولات في مكان رطب كالمطبخ والثلاجة لأن يحدث لها تفاعلات فتفسد. تجنب تناول الأطفال مضادات حيوية بعد 10 أيام من تحليلها لأنها تفسد. حفظ الأنسولين في الثلاجة وأيضا بعيد عن الميكروويف لأنه الأشعة لأنها تؤثر في الأنسولين. تجنب ترك الأدوية في السيارة خصوصا خاصة في الصيف لأن درجات الحرارة العادية، لأن أغلب الأدوية تحفظ في 25 درجة وهي درجة حرارة الغرفة. فهنا لكل دواء مادة، يعني هو بالأساس مادة كيماوية وبالتالي له صلاحية. هذه الصلاحية عند انتهاء إما أن تنقص هذه المادة، يعني فعاليتها تنقص، أو قد تتحول إلى مواد سامة. وهناك علامات لكل مادة تدل على الفساد وسبب الفساد، إما سوء التخزين أو سوء النقل أو تعرضها للتلوث. فهناك مثلا الأدوية السائلة
تغير لونها، قوامها من سائل لصلب أو العكس، تغير رائحتها، وجود أجزاء معلقة، ترسيب أسفل العبوة. كل هذه أسباب أو أعراض تظهر على الأدوية السائلة الفاسدة. الأقراص والكبسولات ممكن تغيير الملمس، اللون، الشكل، الرائحة، اللون، كل هذه تكون دليل على تغير أو فساد الأقراص. أما الكريمات فعند ظهور طبقة زيتية فوقها فيعني أنها فاسدة. وهنا يأتي إليك سؤال، هل لا يجوز استخدام شخص لقطرة العين نفسها لحتى تنتقل العدوى من أحدهم إلى الآخر؟ لا يجوز تناول الدواء بعد انتهاء صلاحيته، لأن انتهاء الدواء يعني تلف الدواء وقد يتحول إلى مادة سامة. طبعا سأترك لكم أيضا في صندوق الوصف رابط حل المادة التدريبية الخاصة بهذا الأمر. يرجو أن تنشروا هذا الفيديو بين أصدقائكم وأحبائكم وأن تستفيدوا من هذا التلخيص. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.